السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم عن فرجي. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. لأول مرة كيشوف القناة تابونا فعل زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. رمضان مبارك كريم. كما كتلاحظوا هذا هو مدخل رئيسي ديال ملعب طنجة الكبير. ملعب غيكون في المستوى، ملعب جميل، غادي يكون الملاعب الحديثة. غادي نمشيو لواجهة الجنوبية ديال الملعب، نشوفو الأشغال في المتوسطة تما. هذا هو الاتجاه الجنوبي ديال الملعب، كما كتلاحظو الأشغال راه متواصلة. غادي نشوفو العمال، تبارك الله عليهم، برافو عليهم. غادي نشوفوهم اش داروا في الاتجاه الجنوبي. الملعب غادي يكون صراحة من الملاعب الحديدة. بالنسبة للإخوان والأخوات اللي يسولوني على هاد تغطية الملعب مع الغلاف ديال الملعب، راه كاين لي سباس بيناتهم. دابا غادي نمشيو في الاتجاه الجنوبي كما كتلاحظوا. هادو هما الهياكل اللي كتطلع الرافعة اللي يتم بها التغليف في الملعب. هادو يلا مصبوغين، هادو غدا ان شاء الله غادي يصبغهم كذلك. هانتوما الاخوان، هذا هو الجديد. صراحة برافو العمال، برافو عليهم صراحة. راه الاشغال غادا في المستوى، برافو عليهم. شوفوا غير الفيديو السابق كيفاش كان، والفيديو ديال اليوم كيفاش ولا. وهنايا كذلك كما كتلاحظوا، هنايا هاد الفولاد كامل مصبوغ. كما كتلاحظوا يا الاخوان، هاد الجهه كامله غادي تتغلف. كما كتلاحظوا يا الاخوان، صراحه برافو للعمال. كما كتلاحظوا الاشغال هنا راه متواصله. دابا انا جيت من سالاو العمال العمل ديالهم، جيت نواكب الاشغال. كما قلت لكم نواكب الاشغال دائما. صراحه برافو عليهم، مع رمضان وصايمين راه خدامين وقايمين بالواجب. كاينين جوج رافعات كما كتلاحظوا. صراحه راه قايمين بالواجب. لأول مرة كيشوف القناة يتابعونا وفعل زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. إذا كان فرجي كيستاهل الدعم دعموه وصلوه لعشركة، جزاكم الله خيرا. اتجاه الشمال ديال الملعب الأشغال تما متوقفة عن تغليف الهيكل الخارجي ديال الملعب. كاين أشغال أخرى متواصلة، ولكن التغليف ديال الملعب اتجاه الشمالي متوقف حاليا. أشغال كاينة اتجاه الجنوبي، هذا هو الاتجاه الجنوبي. راه غادي يمشي بالشباك هيدا كامل كما كتلاحظوا. هو غادي كيطلع 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 حتى ياخذ التوازن ديالو. وغيكون هنا واحد الديكور جميل جدا. بالنسبه للاخوان اللي كيسولوني على المضمار، راه غيتحيد المضمار ورقعة الميدان كذلك، وغيزيدو مدرجات باش تفوق الطاقة الاستيعابية ديال الملعب إلى 80,000 متفرج. كيفاش غادي يديرو باش يحيدو المضمار؟ راه ضروري خصهم يحفرو، هذا هو الحل الوحيد اللي عندهم، وهو أنه خصهم يحفرو، يحيدو رقعة الميدان والمضمار كذلك، وغيزيدو المدرجات. وهادشي غادي يكون مور الكاف ديال افريقيا 2025 كما قال احمد ابرون. كذلك التغطية ديال الملعب حتى هي غتكون مور الكاف افريقيا 2025، حتى هي غتكون تغطية الملعب.
لاحظوا معايا هنا الاخوان، هاد الاسمنت هذا ديال الصواري ديال الاسمنت اللي غادي يتم التغليف ديالو راه غايجيو على حد هنا، ما عرفتش واش من بعد غادي يهرسوهم. دابا حاليا راه ما غايتهرسوش حيت راه باينه، باش يبدا يهرسوهم راه ما عندهم باش غيضويو الملعب. ايش هادشي هذا يتحيد 2025 الكاف ديال افريقيا باش غيتم تغطية الملعب وإزالة المضمار وزيادة المدرجات. إخوان هذه المنطقة 6، هذا مدخل المنطقة 6 كما كتلاحظوا. في البلان كيبان غيتغلف، ولكن واش قبل الكاف 2025 أو حتى مول الكاف. بالنسبة لتغطية الملعب راه كاين هذاك الأسمنت ديال الصواريخ كما كتلاحظوا، ها هما هادي وهادي كاينه هنا وهادي كاينه هنا، راه دابا ما كيبانوش ليا مزيان كما كتلاحظوا. هذه هي المنطقه 6، هنا كاين الفولاد، هاد الشباك كامل ماشي اتجاه اتجاه رقم 7 و8. ومن هنا كذلك من منطقه 6 الى منطقه 5. إخوان هذه المنطقة الشمالية ديال الملعب، هنا الأشغال متوقفة عن الهيكل لتغليف الملعب من الخارج. الأشغال كاينة في اتجاه الجنوبي حتى يسالي واتجاه الجنوبي، عاد غيجيو لهنا وغادي يجي الهيكل عاد يبداو في التغليف من هذا الاتجاه هذا كما كتلاحظوا. بالنسبة لهذا الشجر هذا لا علاقة له بمحيط الملعب، ليس له أي جمالية، غنتكلم عليكم عليه ان شاء الله، غندير عليه فيديو خاص باش ناخذ الاراء ديالكم كما كتلاحظوا. لا علاقة الاشجار بدون اوراق، انتم كما كتلاحظوا غادي ندير لكم خاص فيديو على هاد الأشجار اللي خارج ملعب. الإخوان جزاكم الله خيرا على الدعم ديالكم وعلى لي كومونتير الزوينين ديالكم، لأول مرة كيشوف القناة يزيد يتابوني وفعل زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وصلوا أخوكم فرجي إلى 10K، وإذا كان كيستحق الدعم فرجي دعموه، وإذا كان ما كيستحقش بلا ما تدعموه. وشكرا لكم، هذه هي الأجواء من الخارج الملعب، جبناكم إطلالة حول تغليف الملعب من الخارج. نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، فرجي يا فرجي، الله يفرج عليكم في الدنيا وفي الآخرة. ما علي إلا نودعكم، نقول لكم مع السلامة، فيديو القادم إن شاء الله وبالصحة فطوركم. في